مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من سلسلة نفهمو جميع. بعد ما تعرفنا في الحلقة السابقة على الدبابة البيضاء، اليوم غنكتشفوا معكم الحل اللي كتقدم شركة سانجنتا وكذلك الطريقة الصحيحة للاستعمال ديالو. إذن كيفاش نتحكموا في حشرات الدبابة البيضاء؟ بليسيفا ألفا هو أقوى مبيد للقضاء على الدبابة البيضاء فضل التركيبة المزدوجة ديالو اللي كتجمع جوج المواد فعالة واللي هي سونتراني ليبرول وأسيبين زولار إس ميتيل، واللي كيتميزوا بخصائص اختراقية وجهازية. كيفاش كتشتغل بليسيفا ألفا؟ الحشرة من بعد ما كتغذى على العصارة النباتية اللي كتحتوي على المبيد كيوقع عليها شلل عضلي، وبالتالي ما كتبقاش قادر تغذى من النبتة، الشيء اللي كيؤدي الموت ديالها. بليسيفا ألفا كذلك كينشط آليات الدفاع الطبيعية عند النبتة. علاش خاصني نستعمل منتج بليسيفا ألفا؟ لأنه فعال ضد حشرة الدبابة البيضاء، لأنه مبيد جهازي وكيبقى مدة طويلة في النبتة، لأنه كيتميز مرونة في الاستعمال سواء عبر الرش أو الحقن، لأنه كيتميز مدة التوقيف وبقايا مبيد منخفضة، وكذلك لأنه متوافق مع برامج الإدارة المتكاملة للآفات. كيفاش نستعملو بليسيفا ألفا؟ نوصي باستعمال بليسيفا ألفا إما عن طريق جذور بجرعة 1 لتر في الهكتار، وذلك 4 أسابيع بعد عملية غسل الأشجار باش نضمنو حماية طويلة المدى، أو عن طريق الرش مرتين كحد أقصى وبنفس الجرعة على طول الدورة الزراعية للطماطم باش نستافدو من الفعالية الفورية ديالو. فين ممكن نشرو بليسيفا ألفا؟ بليسيفا ألفا متوفر عند كل موزعي المواد الفلاحية المعتمدين لشركة سانجنتا بجهة سوس ماسة. سيادنا حلقتنا سالات، تابعونا في الحلقة المقبلة باش نفهموا جميع آفات وأمراض جديدة وكذلك حلول فعالة وطرق سليمة للاستعمال ديالها.